السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بمشروع قياس درجة الحرارة والرطوبة من خلال حساس DHT11 بواسطة الأردوينو. تابعوا معي. ربط الدارة للحساس ثلاثة منافذ، المنفذ الأرضي والطاقة 5 فولت ومنفذ البيانات AC. نربط الأرضي مع الأرضي الأردوينو، 5 فولت مع 5 فولت الأردوينو ومنفذ البيانات AC مع المنفذ رقم 2 الأردوينو. الكود البرمجي لهذا المشروع سوف تجدونه مع المكتبة الحساس باسم الوسط. بعد ربط الأردوينو مع الكمبيوتر نرفع الكود، وبعد اكتمال رفع الكود نفتح مباشرة السيريال مونيتور ونلاحظ تغيرات درجة الحرارة والرطوبة بتأثير عليها. وبالختام نشكركم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم القناة لنستمر في نشر المزيد، وشكرا.